الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التفسير من كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى سورة المنافقون الآية الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. سورة المنافقون سورة مدنية، أي نزلت بالمدينة، وآياتها 11 ركعة، ونزلت بعد سورة الصف. وسبب نزولها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن زيد بن أرقم قال: خرجت مع عمي في غزاة فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، يعني أبدا، وجلست في البيت. فقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. قال: حتى أنزل الله إذا جاءك المنافقون. قال: فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، ثم قال: إن الله قد صدقك. وسيأتي إن شاء الله ذكر الروايات في هذا عند الكلام عن قول الله سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الآيات.
يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون. إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان، فيها معنى الشرطية. إذا جاءك المنافقون قالوا، هذا جواب الشرط. إذا جاءك المنافقون، المنافقون هؤلاء المنافقون نفاقا أكبر، وهو النفاق الاعتقادي، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وهؤلاء الذين توعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقوله سبحانه وتعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بدأ الله بهم لأنهم أخبث وأشر وأسوأ، عياذا بالله، لأن الكافر الأصلي معلوم وشره واضح، ومن ثم يحذرهم المسلمون. أما هؤلاء المنافقون فإنهم يتكلمون بألسنتنا، فإنهم في الظاهر لهم حكم الإسلام، لأن حكم الله على الظاهر والله يتولى السرائر. فهذا قد نافق، أي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فمثل هذا يصد عن سبيل الله، فيكذبهم الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال ابن كثير رحمه الله قال تعالى مخبرا عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك بل على الضد من ذلك، يعني كفرت قلوبهم عياذا بالله، ما عندهم التصديق القلبي، ما يضمروه في قلوبهم هو الكفر والشر والعداوة للإسلام والمسلمين، والتربص وتربص الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه. ولهذا قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك وأظهروا لك ذلك وليس كما يقولون. ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله، والله يعلم إنك لرسول، جملة اعتراضية، والله يعلم إنك لرسوله، فيخبر عز وجل أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا. ثم كذب المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما أخبروا به، وإن كان مطابقا للخارج هو رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما قالوا ذلك اعتقادا، إنما قالوا ذلك عياذا بالله نفاقا، يظهرون خلاف ما في قلوبهم، لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه، ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم. قال الفراء رحمه الله عالم العربية المشهور إنما كذب ضميرهم لأنهم أضمروا النفاق، فكما لم يقبل إيمانهم وقد أظهروا، فكذلك جعلهم كاذبين لأنهم أضمروا غير ما أظهروا، أضمروا في قلوبهم، أضمروا في قلوبهم التكذيب. ولذلك الإيمان هو تصديق الجنان، تصديق القلب ونطق اللسان والعمل بالأركان.
أي العمل بالجوارح، وهذا هو الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل، قول القلب تصديق القلب، تصديق القلب بالله وملائكته وكتبه ورسل يوم الآخر والقدر خيره وشره، أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه، وأن يصدق ربه سبحانه وتعالى في خبره، فهذا تصديق القلب. وهناك نطق اللسان بالشهادتين، وهناك عمل القلب ما زاد على قول القلب وما زاد على تصديقه من الحب والخوف والرجاء والإخلاص والتوكل وغير ذلك، وهناك قول اللسان ما زاد عن نطق الشهادتين من عبادات قولية، وهناك أعمال الجوارح، الأعمال تؤدى بالجوارح كالصلاة والصوم وإيتاء الزكاة والحج وغير ذلك. فهؤلاء كذب ضميرهم، أي ما يضمرونه في قلوبهم، قبحهم الله. اتخذوا أيمانهم، أيمانهم جمع يمين، يعني يقسمون، وكانوا يحلفون، يتقون المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني وقاية، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفان الآثمة، ليصدقوا فيما يقولون فاغتر بهم. هذا وخطر المنافقين، أن المنافقين يغتر وينخدع بهم من لا يعرف حقيقتهم من المسلمين، فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم، فاعتقدوا أنهم مسلمون، فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا، أي يسعون في فساد الإسلام والمسلمين ولا يألون خبالا في ذلك، لا يقصرون، سعيهم فساد، قولهم فساد، قلوبهم مطبوعة لا يدخل منها، لا يدخلها خير ولا يخرج منها خير، قلوبهم فاسدة عياذا بالله، عندهم سوء طوية وخبث وحنق على الإسلام والمسلمين. فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من المسلمين، فحصل بذلك ضرر كثير على كثير من المسلمين. قال سبحانه وتعالى فصدوا عن سبيل الله، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله يعني أعرضوا، صدوا أنفسهم أو صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم، أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا مثلهم، وقيل يصدون اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام بأن يقولوا ها نحن كافرون بهم، ولو كان محمد حقا لعرف هذا منا ولا جعلنا نكالا، فبين الله أن حالهم لا يخفى عليه، ولكن حكمه أنه سبحانه وتعالى من أظهر الإيمان يجري عليه الحكم على الظاهر، هذا قاله القرطبي رحمه الله تعالى. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي بائست أعمالهم الخبيثة من النفاق وأيمانهم الكاذبة وصدهم عن سبيل الله أعماله. إذن أعمالهم خبيثة، أيمانهم كاذبة، أعمالهم تصد عن سبيل الله. ذلك بأنهم آمنوا، أي إنما
قدر عليهم النفاق. لماذا؟ لأنهم رجعوا عن الإيمان، لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. القلب المطبوع عياذا بالله الذي لا يدخله خير ولا يخرج منه خير، فهذه قلوب المنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني يقبض يده عن الخير. لا تجد المنافق يفعل خيرا، كيف يفعل الخير وهو كافر بالله سبحانه وتعالى؟ كفر قلبه وطبع عليه. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة الجمعة، قال: من ترك ثلاث جمع، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، نسأل الله العافية، طبع الله على قلبه أي جعل قلبه قلب منافق لا يدخله خير ولا يخرج منه خير. فالحذر، حذر من الطبع القلب. فهؤلاء المنافقون طبع الله عز وجل على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفقهون، لا يصل إلى قلوبهم هدى لأنها قد طبع عليها، ولا يخلص إليها خير. إذن هذا قلب كيف يكون حاله ووصفه؟ لا يفقه، لا يعي، لا يهتدي إلى ما فيه منفعته ومصلحته عياذا بالله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، سبحان الله، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يقول: وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة. كان عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ومعتب بن قشير من رؤوس المنافقين، وكانوا من أحسن الناس صورة وأعذبهم ألسنة. نعوذ بالله، هنا هذه الآية تحذرنا، يذكر الله عز وجل لنا وصف المنافقين لنحذرهم، تجد صورتهم جميلة، أشكالهم حسنة، ومنطقهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، ألسنتهم أحلى من العسل، ألسنتهم بليغة، عندهم عذوبة في الكلمات، عندهم عذوبة في الكلمات عياذا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، البيان سحر، فالذي يستخدمه في الشر فعليه الشر، والذي يستخدمه في الخير فله الخير. إن من البيان لسحرا، فالإنسان الذي يدعو إلى الخير لابد أن يتعلم البيان حتى يكون عنده بلاغة في القول، في إيصال وإبلاغ ما يريد إلى قلوب الناس. أما هؤلاء فمن صفتهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم. فيقول ابن كثير: أي وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور والهلع والجزع والجبن. إذن هذا صفتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أخوف ما يخاف على أمته، قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا أشد ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، أخوف ما أخاف على أمتي
كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان يعني كثير علم اللسان، لكنه عياذا بالله جاهل القلب، قلب جاهل، قلب مطموس عليه، يسعى في الصد عن سبيل الله وإضلال الناس. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلون هم الدعاة إلى البدع والضلالات، وهم الحكام الفسدة والعباد الجهلة، فهؤلاء يخافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأن هؤلاء يسرقون الدين. فالذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، يخاف عليهم صلى الله عليه وسلم الدين. قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. هذا ما يخافه صلى الله عليه وسلم، فيخاف أن تفتح عليهم علينا الدنيا فتضلنا كما أضلت من قبلنا، وتحملنا على سفك الدماء والعداوة والبغضاء. أما هنا يخاف صلى الله عليه وسلم، يخاف على ديننا. هذا يا عباد الله لابد أن ننتبه له، نحذر على أنفسنا. كل منافق عليم اللسان يدعو إلى البدع والضلالات وخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحذر من هؤلاء، احذر على دينك. العجب، الواحد منا لا يأمن إنسانا على مال، لا يأمن إنسانا على مال ويقول ذلك، يقول فلان غير أمين، فلان كاذب، فلان احذره في المعاملة، وفلان هذا يجلس للناس، ومن جلس للناس جلس الناس إليه، وكل ساقط لا لاقط. فيجلس هذا ويعلم الناس ويجلس ويأخذ منه العلم. حاجة عجيبة، أنت لا تأمنه على كلمة، أنت لا تأمنه على مالك، كيف تأمنه على دينك؟ كيف تأمنه على دينك؟ فالدين يؤخذ من العلماء الثقات، علماء الكتاب والسنة، الذين يلتزمون بمنهج السلف ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا. فهذا من تأخذ عنه دينك، فدينك هو لحمك ودمك وشرفك، فلا يفرط فيه الإنسان. فيحذر هؤلاء المنافقين، فهم أخبث الناس. سبحان الله، يصفهم الله عز وجل لنا بوصف عجيب جدا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تجد صورة جميلة مليحة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم بلاغة وفصاحة وعذوبة في الكلام، عليم اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة قرئت خشب بضم الشين وخشب بتسكين الشين، كبدن وبدن. كأنهم خشب أو خشب مسندة، الخشب المسندة هي الخشبة المتآكلة من داخلها. فإذا أردت أن تقيمها لا تقوم بنفسها، لأنها متآكلة من الداخل، فتحتاج إلى أن تسندها. إذن هي في الظاهر أنها قائمة بنفسها، لكن هي مسنودة على غيرها لأنها متآكلة من الداخل. كذلك المنافقون، فهذا له ظاهر لكن له باطن متآكل من الداخل، باطن كفر عياذا بالله، لكن هو له في الظاهر إنه مسلم، نطق الشهادتين، أما في الباطن فإنه كافر باطنا. والحكم على الظاهر، فإن من قال الشهادتين يحكم له بالإسلام ظاهرا، ولم نؤمر أن نفتش أو ننقب عن قلوب الناس، وإنما نحكم له بالإسلام ظاهرا.
وكان السلف يسمون المنافق إذا نطق بكفر زنديقا. من هو الزنديق؟ هو المنافق الذي ينطق بما في باطنه. يعني هو ظاهر لنا في الإسلام مسلم، الله يحاسبه عما في باطنه، الله مطلع على باطنه. إذا أظهر هذا النفاق يقولون عنه إنه زنديق، والزنديق هو المنافق إذا نطق بالزندقة ونطق بالكفر والنفاق الذي في قلبه كأنهم خشب مسندة. نسأل الله العافية. يحسبون كل صيحة عليهم، أي جبناء، يعني مع هذا الوصف لكنهم جبناء، عندهم هلع وجزع وجبن. يحسبون كل صيحة عليهم، كلما وقع أمر أو كائن أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم، فهم جهامات وصور بلا معاني. سبحان الله، بلا معاني، يعني هؤلاء صور بلا أحلام بلا عقول، وهؤلاء أشباح بلا عقول، صور بلا أحلام وأشباح بلا عقول. ولهذا يحذرنا الله منهم، وهم العدو فاحذرهم. هؤلاء هم العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتل هم العدو فاحذرهم، يحتمل وجهان، أحدهما فاحذر أن تثق بقولهم أو تميل إلى كلامهم، والثاني احذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك. يحتمل هذين الوجهين، قاله القرطبي رحمه الله. قاتلهم الله أي لعنهم الله، قاله ابن عباس. وهذه الكلمة كلمة ذم وتوبيخ، وقد تستعملها العرب بمعنى التعجب. يقال قاتله الله ما أشعره، قاتله الله ما أشعره، فيستخدمونها بمعنى التعجب أيضا. أن يؤفكون أي كيف يأفكون، أن استفهام بمعنى كيف، أي كيف يصرفون. يؤفكون يصرفون، أي كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال. قاله الحسن، وقال ابن عباس يكذبون، وقال قتادة يعدلون عن الحق، وقيل كيف تضل عقولهم مع وضوح الدلائل، كيف تضل عقولهم مع وضوح الدلائل. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Mm-hmm.